للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دبي الدكتور سمير التقي الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية. أهلا بك دكتور على شاشة القاهرة الإخبارية. دكتور سمير، برأيك هل التصريحات الخاصة ببايدن تحديدا فيما يتعلق بتراجع الدعم العالمي لإسرائيل هي في إطار النصح كما يقول الجانب الأمريكي أم تحذير؟ أعتقد أن الاثنان صحيحان، يعني هو من جهة يمارس ضغوط، ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية تمكنت الآن من تبديل بعض من سلوكيات الإسرائيليين، ليس فيما يتعلق بقضية قتل المدنيين بقدر ما القول بأن المحاولات الاقتحام الجبهي لمناطق جنوب غزة أصبحت الآن تبدو أقل بكثير احتمالا، والآن هناك نوع من التراجع، وخاصة بعد الخطوات الضربات الكبيرة التي تلقتها القوات الإسرائيلية في الشجاعية وغيرها من المناطق، والتي اتضح فيها بأن الجيش الإسرائيلي غير مجهز لا معلوماتيا ولا استخباريا ولا عسكريا للقيام بحرب عصابات من النوع على أطلال. وعمليا كل ما يدعيه الإسرائيليون حاليا من احتلال مناطق مثلا على سبيل المثال المركز القيادة في الشجاعية، هو ليس له أي معنى سوى أنهم استولوا على بعض الأطلال حتى لو كان الكلام صحيحا. ولكن في كل الأحوال الولايات المتحدة الآن يتعمق الخلاف بينها وبين إسرائيل، الإدارة الإسرائيلية الراهنة، وليس فقط فيما يتعلق بقضية أن على نتنياهو أن يغير حكومته، بل وأيضا على أن قضية أن يعني الإدارة الأمريكية توضح خلافاتها، وهو ما أوضحه نتنياهو بالذات. نتنياهو يتحدث الآن بأن لا أحد يمكن أن يحمي الإسرائيليين من أمريكا سوى يعني أن ينتخب مرة أخرى، وثانيا أن لا أحد يمكن أن ينسف حل الدولتين إلا نتنياهو، ولا أحد يمكن أن يدمر حماس إلا نتنياهو. وهذه كلها قضايا خلافية جذرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اعتقادي هذا ينبئنا بأن حكومة نتنياهو هي تحضر نفسها حتى يعني أن تحل نفسها، بسبب أن يعني أقول ذلك لأن نتنياهو منذ الآن يبدأ حملة انتخابية لإعادة الانتخابات في إسرائيل في جو محتدم وجو من الصراع العميق سيقسم إسرائيل في رأيي بالعمق. دكتور سمير، إنه يبدأ حملته الانتخابية مع مقتل 3 محتجزين بالخطأ وما يصاحبه من تظاهرات جديدة أمام منزله، لكن تحدثنا في لقاءات سابقة عن تصاعد الرأي العام العالمي وتحديدا الرأي العام الأمريكي وتأثيره على النظام السياسي الأمريكي، وهنا أريد أن أخذ رأيك في ما أصدره بيرني ساندرز السيناتور الأمريكي من مشروع قرار قال أنه قدمه يطلب تقريرا من إدارة بايدن ونقاشا حول القصف الإسرائيلي لغزة. وهنا أعيد الاقتباس أنه في هذا البيان كان هناك فقرة تقول هذه كارثة إنسانية تقع بقنابل وأموال أمريكية، نحن بحاجة إلى مواجهة هذه الحقيقة، وبعد ذلك نحتاج إلى إنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال. السناتور الأمريكي يمثل ولايته ويمثل ناخبيه، وحتى إن كان يدعم إسرائيل مثل أغلب النظام الأمريكي، لكن هذا تحرك جديد على مستوى ممثلي الناخبين الأمريكان. كيف ترى هذا البيان ومدى التغير الذي يحدث تحت وطأة تظاهرات الرأي العام الأمريكي؟ يعني في رأيي الأحداث في غزة أضعفت عمليا إدارة بايدن داخليا بشكل كبير، والسيناتور بيرني ساندرز هو ممثل عمليا لقوى اليسار الديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي كما تحدثنا سابقا، وهو بذلك بتمثيله لولاية فيرمونت، بل وأيضا يمثل زعامة تاريخية لكل الديمقراطيين الليبراليين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ولذلك موقفه وتصدره لهذه العملية له مغزى كبير. هذا يؤشر أيضا بأن كما قلت أن أحداث غزة قد أضعفت بايدن داخل حزبه بالذات، ويجري تحرك واسع الآن داخل الكونغرس في هذا الاتجاه. باعتقادي أنه يمكن أن تشكل لجنة للتحقيق في مآلات وطرق استخدام إسرائيل لمختلف أنواع التسليح الأمريكي، علما أن إسرائيل تنتج بعض الذخائر، ولكن الذخائر الدقيقة التي تستخدم في ضرب الأماكن التي العميقة يعني مثل الأنفاق مثل التحصينات الخاصة عمليا تقوم بتصديرها الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك. ولذلك أتوقع بأن أنه من الممكن أن نتصور أن ينجح هذا الاقتراح في اتجاه تشكيل لجنة تحقيق حول طريقة استخدام الجيش الإسرائيلي للذخائر الأمريكية.